السلام عليكم طلاب صف ثالث ماما، ان شاء الله يا رب تكونون بخير. اليوم ان شاء الله راح نحل التدريبات الخاصة بموضوع أحبوا الرياضة، الخاصة بموضوع حب الرياضة. التدريب الأول عندنا مجموعة من الأسئلة راح نستعين بالدرس لحلها. السؤال الأول يقول: لماذا يحب سمير لعبة كرة القدم؟ ليش سمير يحب لعبة كرة القدم؟ الجواب: لأنها تعلمه سرعة الحركة والتعاون مع الأصدقاء، لأن لعبة كرة القدم تعلم سمير وتعلمنا جميعا سرعة الحركة والتعاون مع الأصدقاء. أنا كاتبتها مقابل أو السؤال جواب مقابل السؤال، أنتوا تكتبوه تحت، تتركون مجال ما بين سؤال وسؤال والسؤال ويكون جوا الجواب، أرجو ذلك يا حبايبي. النقطة الثانية: ماذا تعلمنا الرياضة؟ شو تعلمنا الرياضة؟ الجواب أيضا نستعين بالدرس ونحصل عليه، وهو تعلمنا حب التعاون وحب النظام. الرياضة تعلمنا حب التعاون وحب النظام. ثالثا: ما الرياضة التي تحبها؟ هذا السؤال عام، كل واحد بيكم يقدر يكتب الرياضة اللي هو يحبها. سجلت السؤال: أحب رياضة السباحة وكرة السلة. أنتم ممكن تكتبون رياضة الجري أو رياضة كرة القدم، كل واحد يكتب الرياضة اللي هو يحب يمارسها، القفز على الحبل إلى آخره، الوثب، رياضة القفز على الزانة إلى آخره من بقية الرياضات المختلفة، كرة الطائرة إلى آخره. التدريب الثاني يا صف ثالث ماما يقول: أكمل كل جملة في العمود الأول بالكلمة أو العبارة التي تناسبها في العمود الثاني. عندنا مجموعة من الجمل غير كاملة في الحقل الأول، ومجموعة من الجمل تكمل معنى الجمل الناقصة. علينا أن نختار كل جملة أو نختار الجمل من العمود الثاني ونكمل بها جمل العمود الأول بحيث تصير الجملة كاملة المعنى. أولا: الفريق المتعاون هو الفريق الذي فراغ. أي من هذه الجمل أو الكلمات مناسبة؟ يفوز، يفوز. ثانيا: المذيعة هي التي فراغ. أي من هذه الجمل مناسبة؟ تقرأ نشرة الأخبار. المذيعة هي التي تقرأ نشرة الأخبار. ثالثا: الساعة هي التي فراغ. أي من هذه الجمل؟ تنظم الوقت. الساعة هي التي تنظم الوقت. أربعة: القرد هو الحيوان الذي يقلد الإنسان. اختار يقلد الإنسان. القرد هو الحيوان الذي يقلد الإنسان. في هذا التدريب يا صف الثالث ماما إشارة وبداية أو نبذة من موضوع الأسماء الموصولة اللي راح تاخذوه إن شاء الله في الصف الرابع. الأسماء الموصولة هي الذي والتي والتي اللي هنا والذي. هذه الأسماء اللي تحتها خط هي الأسماء الموصولة. هذا الاسم هو الاسم اللي ما نعرف معناه إلا مع ما بعده من كلام، يعني الجمل اللي هسه احنا ضفناها وضحت معنى هذا الاسم وكملت معنى الجملة. يعني لو أقول الفريق المتعاون هو الفريق الذي ووقفت، ما راح يكمل لي معنى الجملة، راح أحتاج إلى جملة من بعده، لأنه عندي اسم موصول الذي، راح أحتاج إلى جملة من بعده توضح معنى. إذن الاسم الموصول اللي هو موجود عندنا، موجود في هذه التدريب أو بنطيكم إشارة إلى في هذا التدريب، هو الاسم اللي إحنا ما نعرف معناه إلا مع ما بعده من كلام. إذن الجمل اللي إحنا ضفناها وضحت معنى الجملة وأكملت معنى الاسم الموصول.